أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الأخوة يتهمون من يصلي في ليل رمضان بأكثر من 11 ركعة بالابتداع، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في رمضان ولا في غيره إلا 11 ركعة، فكيف نرد عليه؟ يعني وصفهم هذا ما هو قاصر على اللي يصلي في هذا الوقت، بل يتناول عمر والصحابة المهاجرين والأنصار الذين كانوا يصلون 23 ركعة، يعني يصفهم بالابتداع، نسأل الله العافية. هذا ما تفطن ولا تأمل كلامه. نعم، نقول ما يخالف إذا صليت صلاة الرسول، ما يخالف صلي 11، لكن ما تصلي صلاة الرسول ولا صلاة الصحابة هذا ما هو صحيح، أنت المبتدع. تصلي ما صليت صلاة الرسول ولا صليت صلاة الصحابة، إذا أنت المبتدع. نعم.